السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهداف التنمية المستدامة 2030 أهداف رئيسية ومهمة للعالم ولتطوره ولخدمة الإنسانية. دولة الإمارات وبناء على الفكر قائد المؤسس طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان أسس في دولة الإمارات منظومة تعليمية متميزة مكنت دولة الإمارات من تحقيق أهداف تنمية مستدامة في دولة الإمارات. ودولة الإمارات لها مساهمات ومبادرات عالمية متميزة لها أثر الكبير في الواقع. مثال لذلك تحدي القراءة، كذلك عندنا استقطاب للخبراء والعلماء حول نشر الثقافة والعلم في العالم. طبعا دور وزارة التربية والتعليم هو دور أساسي ورئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع. وعملت وزارة التربية والتعليم مع التعاون مع اليونسكو وأطراف دول مختلفة في عقد مؤتمر حدث في دبي، وتم مناقشة فيه كيف تحقيق هذا الهدف وكيف الوصول إليه وكيف نضع المعايير العالمية لتحقيق هذه الهدف بين التعاون بين دول العالم المختلفة. نتوجه أن نكون لدينا في دولة الإمارات إن شاء الله بوابة تعليمية مفتوحة نستطيع أن نخدم فيها العالم ونقدم خدمة تعليمية للجميع. وفي توجيهات واضحة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله أن نهتم في التعليم ونرتقي به، لذلك أطلقنا المدرسة الإماراتية حديثا بمضمون تعليمي جديد يراعي جميع متطلبات الاستدامة 2030 وكذلك تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021. ونتمنى إن شاء الله هذه المنظومة تحقق لنا نقلة نوعية والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتحقيق أمنيات والازدهار شعب الإمارات إن شاء الله. وهذه الخبرات التعليمية سوف إن شاء الله تنتقل للدول المحيطة والدول الصديقة.